اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني كنا بنعمل معالي وعندنا دلوقتي خناقات عليها فدكتور هبه وشهيره لازم يدوقوا معالي على الهوا ويقولوا لنا رايهم. الاول نرحب بدكتور هبه العوضي، زي ما قلت لكم مش جميله الجميلات بس، دي كمان اخصائيه التغذيه والتجميل والليزر. ازيك يا دكتور؟ يا صباح الفل. صباح الفل عليك. انا مفيش خناقات، انا صدرت بتاعي خلاص. ايوه حفظت تكاتك تكه تكه وانت بتقولي عشان لما تيجي تسمعي لي. شطوره. والفايد من العيش البايت بنحطه بدل الجلاش. ممكن اي حاجه. بصي ام علي دي شغاله معاكي. والله انا ما كنتش اعرف الحكايه دي. لا بس اهم حاجه الحله، السر كله في الحله عشان يطلع زي ام علي بتاع المحلات. وقالت لك جوز الفينو. ايوه ولو في فينو ولو طبعا رقاق. عندنا الحاجات الفينو عندنا كتير. كل حاجه عندنا كل حاجه. ازيك يا دكتور؟ تسلم ايدك يا حبيبتي. حبيبتي دايما منوره. صباح الفل عليكي. صباح الفل يا شوشو. عاملين ايه يا دكتور؟ كل سنه وحضراتكم طيبين وكل الناس الحلوه اللي بتشوفنا طيبه يا رب. وانا سعيده عليكم. هناكل ام علي يا دكتور وهنعمل ايه؟ طب يلا 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 نبتدي. يلا احنا هندوق بقى ونقول لك. بص بص يا شهيره جوسي خالص ازاي. بص بص يا استاذ طلعت. الله لو سخنه بقى وبتسخن وايه ده. انا بطلع صح معجنة في البيت. ايوه بتبقى عجينه كده. الله الله الله. طمنوني. ايوه هو ده اللبن. بيظهر لبن. انا بيتقلب عندي مهلبيه معرفش ليه. انا بيبقى عندي بقى عجينه. صباح الفل. سكر هناكله عادي خالص. ايوه كنت لسه هقول لك. سكر هناكله زي ما انا هاكله وهكملها على فكره بعد الحلقه. انا مش انتوا عارفين دكتور هبه مش غريبه عننا. انا مدمنه حلويات. عارفين دكتور هبه انا مدمنه حلويات بعد الحلقه. طبعا باكل اللي انا عايزاه وكل حاجه واي حاجه وباكل كل السكريات. وزي ما الناس عارفه عندي ان انا استعملت الكورس بتاع شركه طبعا ده من 2009 وانا ماشيه عليه. كل طبعا الناس يعني اي حد معرض ان هو يزيد 2-3 كيلو. صح. حصل له ظرف مناسبه. حصل له شويه اكتئاب. فرح شويه. احنا بنفرح بنكتئب بنزعل بنتخانق. مشاكل صحيه بنزيد. يعني ممكن عمليات عمليه الرحم المراره. بالزبط. ففجاه الحرق وقع. معدل الحرق هيحصل له خلل طبعا. فدايما معرضين احنا للظروف. فنعمل ايه؟ فممكن بنزيد 2-3 كيلو. انا دايما حاطه ده عندي كده ديبوزيت او عندي يعني احتياطي عندي. كل ما بزيد ال 2-3 كيلو لازم برجعهم في خلال اقل من اسبوع. عشان كده باكل ومش حرمه نفسي من اي حلويات لان انا مدمنه حلويات. معروف عنك كده. انا منزله لكم عرض الحمد لله يعني من شركه جلوبال النهارده. العرض ده عرض فردي بيكفي معايا شهر. وجمال العرض وقوته وفعاليته مش في العرض اللي انا منزلاه ب 75% خصم بس. ده كمان في قوه وفعاليه الكبسوله ثلاثيه التركيب اللي انا نازله بيها. ثلاثيه التركيب. فالعرض كامل كده بيكفي شهر عباره عن كبسول ونقط واعشاب وهنشرحهم بالتفصيل. ومعاهم حلويات العرض او هدايا العرض اللي انا نازله بيها. ونسبه الحلويات عندنا حلويات كله العرض النهارده. أيوة. كله حلو. عندي علبه فيتامين سي عشان الحمايه والوقايه وازود المناعه. هتاخدها وتوفرها ليك. اوكي. الاحسن لو انت تديها لابنك لان انت منظومه التعليم لسه شغاله يا شوشو. طبعا انت عندك اولاد وفي تزاحم بين الطلبه سواء الجامعه او المدارس. فهم اولى ان هم ياخدوا فيتامين سي حمايه ووقايه من الكورونا المستجده والموجه الثانيه. وحتى بعيد عن الكورونا فهي وقايه للنزلات البرد. ده يا جماعه بيعزز جدا الجهاز التنفسي، بيعزز لي المناعه وبيزودها لي لانه بيبطن لي جدار الجهاز التنفسي. طب معلش يا دكتور، هي العلبه علبه فيتامين سي كم كبسوله؟ هي ساشتس يعني باكت. باكت. فوار. تقريبا 30 علبه يعني بيكفي. هو بيكفي بيغطي الشهر. ان انا وولادي. وولادك كمان. بس الواحد دايما بيقتصر على الولاد عشان انا بقول هم الطلبه بيبقى فيه اكثر تزاحم بينهم. بالزبط. وهم نازلين ان شاء الله على امتحانات نص الترم. فاحنا بنديها لاولادنا. لو ما فيش اولاد احنا بناخدها. عايزين نقسم ونخمس مع بعض ما فيش مشكله. عايزين بس هو المهم يعني هو حلاوته ان هو يا دكتور انه هديه. هديه والناس بتنزل تشتريها يا شوشو. بالظبط. مش كده ارقام دلوقتي في السوق. حضرتك عارفه يعني زي بقيه الفيتامينز غليت دلوقتي في السوق. عشان كده بسال دكتور هبه يا جماعه هي قد ايه. ممكن حد يقول لي فيتامين سي ابص الاقي هو باكت واحد موجود خلاص. ما هو ده فيتامين سي زي ما انا قلت لكم. لكن احنا النهارده معانا على الكورس اللي دكتور هبه تفضلت وجايبه لنا. الكورس بيغطي شهر كامل. واهم حاجه فيه الكبسوله ثلاثيه المفعول. هنعرف منها دلوقتي يعني ايه الجمله دي. مش بس كده، ده احنا عندنا فيتامين سي علبه فيها 30 باكت. عارفين يعني ايه 30 باكت؟ ده غير كريم الترهلات يا شيخ. فعلا لسه
كريم الترهلات انت بتقولي لها يعني لسه الهدايا هي زي ما قالت حلويات الكورس حلويات الكورس بجد فعلا يعني اول ملحوظه انا خدتها يعني ايه 30 باكت فيتامين سي شوفوا هتجيبوه من بره بكام النهارده جاي لنا مجانا على الكورس بتاعنا يبقى انا كده من حق النهارده فعلا ان انا اتزاحم على الكورس ده عشان احصل عليه كمان ده لسه فيه هدايا تانية هنعرفها من دكتور هبه الهدايا التانية اللي هي حلويات العرض بتاعتي كريم شد الترهلات ده اللي بيعالج لي اغلب مشاكل الجلد اللي بتتعرض لها لو انا حامل وولدت بيظهر عندي خطوط التمدد لو انا كنت مليانه وخسيت بيظهر خطوط التمدد ويظهر شكل السليولايت الغير مستحب اللي بيضايق كتير قوي من الستات كمان بيعالج السمنه الموضعيه الكريم ده هايل في كوكتيل كده من المواد اللي الفعاله اللي بتعالج لي السليولايت والاسترتش ماركس وكمان السمنه الموضعيه اللي بتظهر لي بعد ما انا ما بخس طيب الكورس ده انا بقول هو ليه كورس فعال وقوي انا بعتبره هو اعصار على الدهون ليه إعصار. للكبسوله دايما يا اما تقول لنا ديناميت كده في الجوش قنبله انا بشوف ان الكبسوله بتحاوط جميع انواع الدهون بتحل لي اغلب المشاكل اللي بيقابلها مريض السمنه لما بيجي عايز يعني يخس طبعا احنا عارفين ورق الدايت والرجيم اللي بيلف على الناس واللي بياخدها من دكتور التغذيه او بيعرفها من الجروب الورق ده في حد ذاته عبء ذهني ونفسي على مريض السمنه ليه لانه بيحدد لك انواع معينه بس من الاكل وكميات بسيطة جدا ليه؟ عشان حضرتك ما تاكلش عشان حضرتك ما تاخدش سعرات حرارية كتيرة فعشان كده احنا بنساعدك عشان تخس الموضوع ده عبء ذهني بيخلي مريض السمنه ياخر فكره ان هو يبدا يخس خاف كمان هقول ده انا هيبقى عليا محظورات وانت عارفه دايما المحظور الممنوع مرغوب ولازم تمارس رياضه شقه جدا بالزبط. عشان تزود معدل الحرق طب احنا بصينا للديفكت ده ايه اللي بيخلي مريض السمنه مش قادر ياخد الخطوه ان هو يخس الورقه دي طيب في فرق الورقه دي بتخليك ايه انك انت تقفل بقك بس انا جعان من جوه بالزبط. في فرق انا بقفل بقي وانا جعان وطول النهار بفكر في الاكل عذاب يا دكتور بتعذب طبعا ماشي وبستنى من وجبه للوجبه واجي بالليل اكل لي زبادي منزوع الدسم وبيضه ده لو في بيضه وثمره فاكهه ازاي انا نام وخصوصا في فتره الشتاء بكوبايه زبادي انا مش هيجي لي نوم وفي ناس ما بتجيليش والله ما هستحمل ساعتين انا نفسي كنت جعانه بالليل والله كل شويه اقوم على المطبخ بس كنت باكل ايه تفاحه موزايه في ناس ما بتقدرش كده تعيش كده لا عايزه تاكل وجبه بالليل. لا انا اقل منك بكتير ايه لا تفاحه موزايه ايه انا اقل من كده خالص حلت محشي. حلت محشي. لا انا عامله برطمان مفتقه بالمكسرات اللي دوقتهوني المطبخ اللي دوقتهولي اول ما بجوع بالليل بعمل لقمه قد كده بس مفتقه بالمكسرات بالليل لا No. هو ده انا رز بلبن بقى يا شيف احنا عندنا رز بلبن بقى بالليل احنا قلنا هناكل كل حاجه بس في بس مش كده مش كده مش بالليل مش بالطريقه دي في فرق بين انا قافل بقي بس جعان بس قافل بقي وانا حاسس بشبع لقينا ان احنا في مواد فعاله الطب اخترعها واكتشفها زي خلاصه اعشاب نادره هي مش موجوده في مصر موجوده في اسيا الاعشاب دي لما بتنزل معدتي بتحسسني بشبع اليافها بتملى وبتنفش تحسسني بشبع النهم على الاكل الرغبه في الجوع الشهيه الملحه صح سيطرت عليها يبقى انا ايه طالما انا سيطرت على شهيتي وهي دي اكبر سبب يؤدي الى السمنه يبقى انا تقريبا مشيت تلات ارباع الرحله يبقى انا قفلت بقي وانا شبعان غير لما اقفل بقي وانا جعان وبتعذب صح طالما انا شبعت مريض السمنه في اول يوم وانا دايما بقول بحول الله في اول يوم الكبسوله بتشبع بتحسسه بالشبع من اول يوم انا هديله دفعه ان هو يكمل انا حسستك بالشبع طب انت عليك ايه انك تواظب بس على الجرعه بس جرعه والكبسوله عندي يا جماعه بقول عليها اعصار للدهون ليه لان هي بتحوط دهون اول حاجه بقول هي ثلاثيه التركيب ليها ثلاث وظائف اول وظيفه سيطره على الشهيه زي ما قلنا يا شوشو بالظبط كده سيطره على الشهيه ومن اول يوم باجي في اخر الشهر طالما انا باكل كل يوم وجبات صغيره على قد نفسي الكبسوله هي عامله معايا كده خلاص معدتي هتصغر معدتي دي جدارها الاستيك مرن مطاط دايما بيضم على كميه الاكل اللي موجوده في المعده فانا كده خليت معدتي تصغر يعني انا سديت شهيتي كل يوم وفي اخر الشهر ودايما
بعد 21 يوم المعدة خلاص بتصغر للنص. صحيح. انا خلاص انا خلاص ضمنت ان انا حتى بعد ما اسيب الكورس انا معدتي صغيرة مش هرجع لزيادة الوزن تاني. طيب تاني وظيفة للكبسولة ان هي بترفع لي معدل الحرق زي ما الشيف هالة قالت تفضلت وقالت في ناس ممكن تكون عندها خلل في الرحم. صحيح. مشاكل في الرحم في المرارة في الغدة الدرقية ممكن تكون مشكلة هرمونية او وراثية او لأي سبب. عندي خلل في معدل الحرق. يعني ايه خلل في معدل الحرق؟ الناس اللي عايزة تفهم انا ما بحرقش انا ما باكلش كتير بس بتخن ليه؟ عشان انت عندك خلل في معدل الحرق وتكسير الدهون. انت ما بتقدرش تكسر السعرات الحراريه اللي داخله لك ولا بتكسر الدهون اللي عندك. بتتخزن كل اللي داخل بيتخزن. طب انا مريض زي ده عنده خلل في معدل الحرق اساعده ازاي؟ اساعده ان انا اديله ماده فعاله امنه وقويه وفي نفس الوقت تظبط له معدل حرق للطبيعي وبعد كده تزودها 4 أضعاف. ليه؟ عشان اسهل نزيل الدهون وتكسيرها. حلو جدا. المواد الفعاله عندي في الكبسوله اللي كارنيتين والكافيين ده بيزودوا عندي معدل الحرق جدا وبيظبطوا اي حد عنده مشكله في معدل الحرق. تمام. طب ايه رايك يا دكتور؟ استني بقى نشوف حاله واحنا بنتكلم عشان ندي الناس كده طاقه ايجابيه وان في ناس فعلا بتاخد الخطوه. وشوفوا كانت ايه وبقت ايه. الله. يلا بينا. الله. بصوا يا جماعه انا بس عايزاهم يا شيف هالة يبصوا للبطن والارداف اهم حاجه. تمام. مشكله المشاكل لكل الستات والرجاله البطن. تخيلي بصي البطن بقت ممسوحه. صح. ممسوحه خالص. دي اكتر حاجه لاحظتها في سميحه ان بطنها اتمسحت. اللي هي اصعب دهون الدكاتره دايما يقول لك اصعب دهون في الجسم دهون البطن. صعبه جدا وعنيده وصلبه وبيضة واخر حاجه بتنزل في الجسم دايما. واخر حاجه بتنزل. ده حقيقي. ما انا هقول لك دي بقى اخر حاجه بتنزل دي الوظيفه الثالثه للكبسول. أيوة. يبقى بتسد لي الشهيه بترفع لي معدل حرق وتكسير الدهون بتنحت لي القوام. يعني ايه؟ تبرز تقسيماته منحنياته يخليه كيرفي. عن طريق ايه؟ عندي مادة البي بي سي. أيوة. الحصرية على شركة جلوبال. مادة البي بي سي دي قوية جدا في نحت أصعب أنواع الدهون العنيدة. اللي عندهم بطن وعندهم أرداف عندهم دراعات مليانة جدا دايما كل واحد بتتراكم عنده الدهون في منطقة غير التاني. بالظبط. صح. المادة دي بي بي سي بتدور على الدهون الصعبة المتراكمة العنيدة القديمة دي وتبدأ تنحتها لي تبدأ ترجع لي شكل جسمي اللي ربنا خلق لي. يعني لو هي سمنة وراثية يعني دايما بتبقى في عائلات معروف جسمها شكل جسمها كذا. الدهون هي الدهون. الدهون هي الدهون. هي بتشتغلي على الدهون الثلاثيه الصعبه العنيده. تبدا تحوطها وتكسرها لي وبتعملها لي اذابه لدهون احاديه سهله ان هي خلاص تتكسر بالالي كارنيتين والكافيين اللي انا حطاها في نفس الكبسوله. خلاص تبدا تتكسر وتطلع في هيئه طاقه ابدا استفاد. بص شيف هالة بتقول لي بالراحه بس انا دايما انا عايزه يعني الكلام اللي بجد الدكاتره انا نفسي الناس تجرب الكبسوله يا شيف هالة. هنقول لهم انا بكلمها بامانه لان انا مجرباها وبقالي سنين مجرباها فحاسه نفسي كل واحد مريض سمنه يجربها ويشوف بس نتيجتها من اول اسبوع. عندنا نتيجه كورساتنا من اول اسبوع يا شيخ اللي هي ايه كورساتنا النهارده يا جماعه اللي دكتور هبه قالت لنا عليها او عرضنا النهارده المميز جدا. عندنا كورس كامل بيغطي شهر كامل كبسولات ونقط واعشاب. ودكتور هبه بتقول لنا النهارده ان الكبسوله اللي نازله النهارده في العرض بتاع النهارده كبسوله قويه جدا جدا ثلاثيه المفعول. يعني ايه ثلاثيه دكتور هبه؟ قالت لنا عليها ان هي بتملى المعده فبتسد الشهيه او بتقلل الشهيه بتنحت القوام بتعلي كمان معدل الحرق. دي كلها اسباب من اسباب السمنه. فلما بنيجي نغطي الاسباب دي كلها في كبسوله واحده خلاص انتوا بعد الشهر ده خرجتوا من الشهر خاسين وكمان نحتين جسمنا وزي الفل. عرضنا النهارده مش بس كده ده الكورس بتاعنا النهارده عليه خصم 75% يعني هندفع ربع الثمن. مش بس كده ده احنا عندنا علبه فيتامين سي عباره عن 30 باكت بيكفوا معايا ال 30 يوم بتوع الكورس. برده مش بس كده كل دي هدايا مجانيه جايه على الكورس النهارده. ده احنا كمان عندنا كريم التنحيف وشد الترهلات واللي كمان بيعيد لي بناء البشره عن طريق الكاموميل والبنسينول ومواد تركيب الكريم والكارنيتين وكافيين عشان تذوب الدهون. رائعه. كل ده والشحن مجانا يا شيف هالة. الشحن مجانا لجميع المحافظات. احنا وفرنا مجانيه الشحن. ده غير ايه كمان؟
طيب احنا عندنا ارقام التليفونات او الارقام ده فعلا هي يا جماعه عشان تلحقوا على طول دلوقتي تحصلوا على عرض النهارده المميز جدا، عرض ال 30 يوم. التليفونات قدامكم، وكمان عندنا الصفحات يا شهيره، صفحات الفيسبوك بتاعتنا كمان معانا جلوبال بالعربي تمام، وتخسيس ورشاقه تمام، وجلوبال بالانجلش. احنا نقدر نبعت كومنت او نكتب باي تعليق على اي بوست على اي صفحه من الصفحات، او حتى نبعت رساله خاصه، هيرد علينا فريق طبي، هيرد علينا دكاتره متخصصين، هم يقدروا يحددوا لنا الكورس اللي انت محتاجاه بناء عن الحاله الصحيه اللي هتقولي عليها، وزنك، سنك، حالتك الصحيه، بتشتغلي ولا ما بتشتغليش. صحيح. الحاجات دي كلها هي اللي بتحدد للفريق الطبي اذا كنت هتاخدي اي كورس من العرض بتاع النهارده، والعرض بتاع النهارده على اي كورس للشركه، على اي صح؟ كورس. الكبسوله الثلاثيه عندي اللي ليها ثلاث وظائف عملنا منها تركيزات تمام. كل تركيز بيصلح لفئه معينه والحاله صحيه، عشان كده بنقول احنا عندنا فريق طبي على اكفأ مستوى من دكاتره التغذيه العلاجيه. الناس دي محترفين بجد، فعلا بيعرفوا ياخدوا المعلومات اللي محتاجينها من المريض السمنه، المعلومات دي بتساعدهم ان هي ترشح لهم الكبسوله الصح اللي هتناسبهم. طب انا رشحت الكبسوله الصح، انا هستفاد ايه؟ هوصل لاقصى فعاليه. انا ممكن اديهم كبسوله من عندي بس ما تنفعش معاهم، تيجي باثر سلبي، ما تعملش معاهم ولا تخسسهم. ليه؟ لان مشاكل السمنه يا اما شهيه منفتحه قوي، يا اما انخفاض في معدل الحرق. فكل كبسوله ليها ماده فعاله او جواها ماده فعاله بتعالج لي مشكله معينه. الفريق الطبي من خلال التعامل ما بينه وبين المريض بيعرف مشكله زياده الوزن ايه، بيحدد المشكله وعليها بيحدد الكبسوله اللي هيرشحها له جوه الكرسي الفردي بتاعنا اللي عليه 75% وعليه ديتين قيمين جدا، علبه فيتامين سي تقويه المناعه وتعزيزها، بحمي ولادي من فيروس كورونا ومن نزلات البرد، كمان عندي كريم شد الترهلات اللي بيعالج اغلب مشاكل الجلد اللي بتقابلنا زي السيلولايت وخطوط التمدد، وكمان عندي السمنه الموضعيه. كل ده داخل باكج. طيب الشحن مجانا، الشحن مجانا، بنأكد على الموضوع ده، الشحن دايما مجانا. شركتنا هي الوحيده اللي بتوفر لنا النقطتين المهمين دول، الشحن مجانا يعني عرض النهارده بيجي لكم لغايه عندكم من غير ولا جنيه شحن، وكمان المتابعه مجانا زي ما دكتور هبه قالت من فريق طبي على اعلى مستوى. اتصلوا على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه، هيرد عليكم الدكتور او الدكتوره من الفريق الطبي يتابع معاكم الحاله، قولوا بس كل المعلومات عن حالتكم وهيوصفوا لكم الكورس المناسب لحالتكم. ومهما كان الكورس الهدايا النهارده موجوده. على فكره قالوا لي دلوقتي ان فيتامين سي 20 باكت. طبعا 20 باكت برضو حاجه مش سهله خالص. احنا عندنا في ممكن ناخدهم يوم بعد يوم، مش لازم كل يوم، يوم بعد يوم عادي مش مشكله. هو ده كوقايه. وبعدين انا عايزه اقول حاجه، الناس اللي بتسال كمان الكورس ده، يعني انا اخدت 30 يوم ده بينزل معايا كام؟ اي واحد عنده سمنه من اول 5 كيلو عايز ننزلها لحد 20 كيلو بيندرج تحت الكورس ده. طيب يا دكتور بعد اذنك، لو انا مثلا دلوقتي جسمي كويس بس انا بدخل في الشتاء ابدا اقبل على الاكل وببقى بزيد زي اغلبنا كيلو 2 كيلو معظمنا بيعمل كده اهو، بس انا عايزه احافظ على ده، هل ينفع ان انا اطلب الكورس كوقايه؟ حلو جدا. احنا عندنا كورسات متنوعه اللي هي كورسات الحفاظ وثبات الوزن. أيوة. انا بثبت وزني، عارفه الكورسات قلنا بعد ما بننزل الوزن وكورسات التخسيس لازم يتبعها اخر كورس، كورس تثبيت الوزن. هو ده تثبيت الوزن. او الكورس البسيط اللي بتركيزاته بسيطه، اللي يا دوب تنزل عندي ال 2 3 كيلو اللي انا خايف ازيدهم ويحافظ لي طول الشتاء على وزني. حلو قوي ده. انا عندنا قلنا تنوع الكورسات، تنوع الكورسات. انا ده اللي انا شغاله عليه الايام. أيوة. انا يعني محافظه على جسمي كده، بس ساعات بزيد 2 3 كيلو وخايفه ازيد اكتر. فدايما ماشيه في طول الشتاء على كورس اللي هو تثبيت الوزن وتنزيله 2 3 4 كيلو. فاي واحد عايز ينزل من اول 5 كيلو لحد 20 كيلو الكورس ده بينزل لي، الكورس ده مناسب ليه، بينزل يعني من 18 ل 20 كيلو. اي حد يقدر يطلب الكورس، سواء عايز يحافظ على وزنه، سواء عنده وزن بالزبط. زايد او سمنه مفرطه، اي حد يقدر يطلب الكورس معانا النهارده.
النهارده العرض بتاعنا الكورس الفردي وعليه فيتامين سي وعليه كريم الترهلات. يا جماعه دي حاجات احنا بنقابلها بارقام رهيبه جدا بره لوحدها، او بنعمل سيشنز وبنعمل جلسات غاليه جدا بره في مراكز التجميل. احنا النهارده متوفر لنا هدايا على الكورس اللي يحافظ على وزني، او سواء انا عندي وزن زايد اقدر اخس عن طريقه. نقدر نتصل على تليفونات الشركه ونقدر نتابع صفحات الفيسبوك، الكومنت هنا او رساله او حتى الارقام. ادي معانا تاني الصفحات: جلوبال بالعربي، تخسيس ورشاقه، جلوبال بالانجليزي، وخدمه الواتساب كمان متاحه على ارقام التليفونات. بسرعه نتصل دلوقتي عشان نلحق العرض بتاعنا. معانا الشحن مجانا وكمان المتابعه مجانا. دكتور هبه حضرتك شرفتينا ونورتينا، وحلوه زي الحلو اللي شيف هاله عامله لنا النهارده. ميرسي يا شيف هاله، تسلميلي حبيبتي. شكرا يا شيف هاله على الحاجات الحلوه اللي هناكلها دلوقتي. دايما منوراني. احنا هناكل ام علي، وعايزه الشهبوري. الشهبوري اسمه نسيتيني اسمه، والله نسيتني اسمه الاساسي. يا رب كده ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم وعرض النهارده تستفيدوا منه زي ما شهيرة قالت لكم. العرض النهارده مميز جدا بالهدايا اللي عليه، بالشحن المجاني، بالمتابعه المجانيه، مش كده يا شهيرة؟ طبعا يا حبيبتي. ميرسي يا شيف هاله، نورتيني يا حبيبتي. نشوفكم بكره الساعه 1، ما تنسوش التردد الجديد 11842، عشان احنا فاضل لنا ايام معدوده. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله. باي باي، مع السلامه.